واستكمالا اللي بنتكلم عنه والتصريحات المهمه جدا اللي كانت في المنتدى كعاده الرئيس في كل مره في منتدى الشباب العالم وفي اي لقاء بيكون في لقاء خاص مع الصحفيين مصريين واجانب على هامش منتدى الشباب. بطبيعه الحال بتبقى في اسئله في موضوعات كثيره، السنه دي كان اسئله عن السودان، عن ترسيم الحدود مع اليونان، كان في اسئله عن الانجازات اللي حصلت في مصر، وكعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت اجاباته واضحه وصريحه، وكان فيها رسائل كتير بصراحه مهمه لينا كمان للداخل قبل ما تكون للرد على سؤال او استفسار من صحفي اجنبي. لكن الحقيقه انه في واحد من الاجابات كان مهم جدا وكان حاسم جدا في الحديث عن فكره الحريات، والرئيس قال مؤمنون بالحريات ومحدش هيحب بلدنا اكتر مننا، وكانها كانت تاكيد وحسم لفكره وقضيه دايما يتاجر بيها والحديث فيها دايما بيكون يشعر من يلقي السؤال انه كانه بيحط مصر في حركه. خلونا نسأل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع عن اللقاء ده ولقاء الصحفيين مع الرئيس بعد ما نسمع جزء من كلمة الرئيس للصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم. هطرح عليكم طرح على شبابنا اللي موجود هنا والشباب المصري، ولو في حد من الشباب الآخرين مستعد ان هو ياخد كل البيانات اللي بتطرح وبيتم تداولها في الخارج عن العدد وعن السياسيين وعن الاحتجاز وعن الاختفاء القسري، ويتم خلال اسبوع اتنين شهر اتنين تلاته يتم الوقوف على حقيقه ذلك. واللجنه دي لما انا بكلم الشباب محايد خالص، ولما اللجنه دي تطلع بنتائجها تعلنها للناس، هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هل النهارده في الكلام اللي بيطلق ده بالارقام اللي بتتقال ده حقيقي ولا لا؟ لكن عايز اقول لك ايه؟ احيانا بيكون البيانات اللي بيتم التحصل عليها بيانات مش دقيقه. ساعات الموضوعات اللي بيتم طرحها ما بتبقاش موضوعات كامله. فبالطريقه دي اتصور هيكون اجابه مش اجابه بقى اجابتي انا كمسؤول، ان احنا دوله قانون وان احنا ما بيتمش اي اجراء خارج الاطار القانوني وعدم التدخل في شؤون القضاء، لا مش هقول كده خالص، هقول هاتوا البيانات اللي انتوا بتتكلموا عليها ديت، الاعداد الكبيره، القوائم بتاعه الاختفاء القسري، وتعالوا كلامنا عملناه قبل كده. وكان في لجنه اتشكلت في اول مؤتمر شباب، وخلينا اللجنه دي تشوف الموضوع دوت، واي اجراء خاطئ مستعدين ايه نصوبه، واي اجراء خاطئ مستعدين نصوبه. مش بس الجمله دي، لكن خد بالك من لغه الجسد، خد بالك من الاريحيه في الحديث. تاني، ليس لدينا ما نخفي. بالتاكيد كل حاجه قابله للتحسن، كل ملف قابل لانه يبقى افضل من اللي قبله، لكن المكاشفه والاريحيه في الكلام دي واحده من الرسائل اللي وصلتنا احنا واحنا بنتابع ونتفرج.